الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيبي اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم ما زلنا في تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وقلنا بأن هناك أربعة أركان، وبينا هذه الأركان، وأيضا أشرنا إلى متى يختل الركن الأول، ومتى يختل الركن الثاني، ومتى يختل الركن الثالث، وبقي عندنا اختلال الركن الرابع. وهو الأخير اللي هو كما أشرنا سابقاً أنه إذا لا بد أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤدياً إلى المخالفة القطعية، زين، إذا كان جريان البراءة في كل من الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، نقول له: هل يمكن أن نفترض اختلال هذا الركن أم لا؟ يقول نعم. كيف سيدنا يقول هناك حالتان هذه الأمثلة اللي ننطيها يعني يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه كي يبين لنا أنه إذا اختل هذا إذا اختل هذا الرك في هذا المثال فإنه عن طريق هذا المثال فاختلال الركن الرابع عن طريقه ما هو هذا المثال الذي يذكره يقول اذا كان عندنا انا الان عندي علم اجمالي بان يوم غد اما ان يكون يحرم الصيام او يجب الصيام كيف اذا كان يوم غد عيد فانه يحرم الصيام اذا كان يوم غد شهر رمضان فيجب الصيام فانا الان عندي علم اجمالي بين اما وجوب هذا الطرف او حرمة ذاك الطرف، فتكون المسألة بين الوجوب والحرمة، بين الوجوب والحرمة، والحر فهنا هل يمكننا المخالفة القطعية لهذا الأمر؟ لا لا يمكن، لماذا؟ لأنه إذا بنيت على الوجوب فأنت بعد الحرمة ماذا امتثلتها يعني راح تصير مخالفة احتمالية وإذا بنيت على الحرمة يعني ما تفعل هذا فلم تأتي بالوجوب لا يمكن أنه تأتي هم بالحرمة وهم بالوجوب في نفس الوقت هذا ما نسميه بأي شيء بعدم إمكان تطبيق المخالفة القطعية مثل المثال اللي مثلت لكم إياه مثلاً إنه دار الأمر إما أن يكون هذا واجب أو هذا محرم هو نفسه إما أن يكون واجب أو محرم هذا الفعل نفسه إما واجب أو محرم لأن إذا كان فعلين يمكن أن أتي بهذا وأمتنع عن هذا فراح أتي بالمخالفة القطعية لا هو فعل واحد هذا فعل واحد هذا إما واجب أو محرم كما أشرنا المثال اللي مبتلى به الناس هو مثلا اليوم الثلاثون من شهر رمضان لو اليوم الاول من شوال ما يعرف انه هل هذا يوم ثلاثون ام يوم واحد من شهر شوال؟ اذا كان ثلاثون يجب الصوم، اذا كان واحد يحرم الصوم. ففي فعل واحد هناك احتمالان اما وجوب او حرمه. زين هذا الوجوب والحرمة هل يمكنني أن أمتثله أن أمتثلهما معا يقول لا وصحيح واقعا إحنا الآن إذا تدبرنا في هذه المسألة لا يمكننا أن نمتثلهما واقعا نمتثل فعل واحد هم يكون حرام وهم يكون واجب فإذا هذا المثال الأول اللي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في حالة اختلال الركن الرابع شيء إذن لا يمكننا هنا أن نؤمن الركن الرابع اللي هو الموافق المخالفة القطعية ما يمكن المثال الآخر المثال الآخر يقول إذا كان عندك أطراف غير محصورة مثلا أنا صير عندي علم إجمالي بنجاسة حليب من هذه الحليب الموجود على الكرة الأرضية أو اللي موجود في دولتنا في العراق مثلا عندي علم إجمالي بنجاسة بعض الحليب أو حليب واحد من مليارات الحليب الموجودة في ذلك المكان زين هذا هل يمكنني أن أمتثل جميع هذه الأطراف لا هذه نسميها الشبهة غير محصورة يعني مو تقول طرف طرفين عشرة مية مثلاً اما اذا شبهه تكون غير محصوره الاطراف تكون غير محصوره بعد هنا من المستحيل انه يمكنني ان اتي بالمخالفه القطعيه يعني ما عندي قدره وطاقه على هذه المساله بانه امتثل جميع الاطراف فهنا ايضا في نفس الحاله الاولى يمكن ان تجري البراءه عن كل الأطراف، وإذا أجريت البراءة معنى ذلك أنه ما مكّنت المكلف من المخالفة القطعية، لماذا؟ لأنه المخالفة القطعية تشترط أن تكون الأطراف مقدورة الامتثال لدى المكلف، يعني المكلف يستطيع أن يمتثل هذه الأطراف فإذا استطاع امتثالها فهنا قد يوجب المخالفة القطعية، أما في هذه الحالة اللي حالة الشبهة غير المحصورة فهنا لا يستطيع المكلف الإتيان بجميع هذه الأطراف. بعد ذلك يبين السيد الشهيد أنه صار عندنا قاعدة عملية أولية وعندنا القاعدة العملية الثانوية اللي هي البراءة، وعندنا قاعدة عملية ثالثة اللي هي منجزية العلم الإجمالي، هاي اللي ذكرناها الآن نتحدث عنها. فإذا القاعدة العملية الأولية هي الاحتياط العقلي، القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة هي ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. ف بعد ذلك يقول: اكو عندنا بعض القواعد وبعض الحالات، هذه الحالات وقع البحث فيها في انها هل هي تندرج في ضمن القاعده العمليه الثانويه، يعني هل تندرج ضمن البراءة، ام لا تندرج ضمن قاعده منجزيه العلم الاجمالي، يذكر السيد الشهيد رحمه الله عليه هي الاقل والاكثر والشك في اطلاق الجزئيه واحتمال الشرطيه ودوران الواجب بين التخيير والتعيين. هذه انطينا اربع امثله حول هذه الحالات اللي وقع الكلام فيها، هل هي نجري فيها البراءة أم لا تكون ضمن قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ نطبق درس اليوم يقول: ويختل الركن الرابع في حالات منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، أو حالة دوران الأمر بين المحظورين او حاله دوران الامر بين المحذورين محظورين شنو؟ اما نفيا او اثباتا، وهي ما اذا علم اجمالا بان هذا الفعل، هذا الفعل واحد، اما واجب او واما حرام، لو واجب لو حرام، فاذا كان واجبا فيجب علي ان امتثله مثلا، فاذا امتثلته بعد ما امتثلت الحرمه. وإذا حرام يجب علي تركه، فإذا امتثلت الحرمة معناها ما امتثلت الوجوب. فإذا هذا يؤدي إلى الموافقة الاحتمالية أو لا يؤدي إلى المخالفة القطعية إذا آه تركتهما معان. يقول فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، بعد هنا ماكو فيه مخالفة قطعية. لا يمكنك أن تخالفه قطعاً لماذا كما أشرنا لأنه محذورين إذا محذورين يعني مثل النقيضان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان الأمران إما أن تمتثل أو تتركه ما عندنا فد... فد... شيء ثالث أنه بين التركي وبين الوج... الامتثال مثل هذا إما موجود أو غير موجود فهذا الفعل إما تأتي به فيكون موجود، أو تتركه فلا يكون موجودا. فإذا هذا يكون من قبيل دوران الأمر بين المحظورين، وهذا لا يمكن مخالفته القطعية. زين، سؤال هل يمكن أن نوافقه قطعا لأن احنا تشوفوا مرة أن أمتثل جميع أطراف العلم الإجمالي فهنا أحصل على الموافقة القطعية ومرة أترك جميع أطراف العلم الإجمالي وأحصل على المخالفة القطعية زين سؤال هنا مخالفة القطعية ما تصير زين موافقة قطعية تصير لا أيضا لا يمكن أن تكون نفس الحالة مثل ما قلنا لأن يعني الموافقة القطعية معناها امتثال جميع الأطراف، وهنا بين الأطراف هناك هناك نوع من أي شيء من الابتعاد، من التضاد بين الوجوب والحرمة، فلا يمكن أن أخالفهما، أن أمتثلهما معا، ولا يمكن أن أتركهما معا. جيد، يقول: كما لا, تم لا تمكن موافقته القطعية، حتى الموافقة القطعية أيضاً ما يمكن، فإذا جرت البراءة عن الوجوب، إذا جرت البراءة عن الوجوب، وجرت البراءة عن الحرمة معاً، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. لا يمكن ان امتثلهما معا ولا يمكن ان ماذا؟ ان اتركهما معا، زين هنا ما هو الحل؟ آه الحل هنا بسيط جدا، اول شيء نجري البراءة عن الحرمة ونجري البراءة عن الوجوب، فشي يصير عندنا؟ يصير عندنا مباح، لأن المباح لا هو واجب ولا هو ماذا؟ محرم، المباح بعد يكون الفعل يكون هذا الفعل على المكلف بالامران يريد ان يمتثل لا يريد ان يمتثل هنا بحد ذاتها ترتفع يرتفع هذان المحظوران هم الاول وهم الثاني يقول فإذا جرت البراءة عن الوجوب نجري عندنا طرفين قلنا واحد طرف الوجوب وطرف الحرمه فإذا اجرينا البراءة عن الوجوب ماكو وجوب وَذَا أجرينا البراءة عن الحرمة ماكو حرمة، شو يبقى لا وجوب ولا حرمة فتبقى الإباحة بالمعنى الأعم تشمل الاستحباب والكراهة والإباحة والإباحة بالمعنى الأخص. يقول: فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معًا هم عن الوجوب وهم عن الحرمة. فاذا هنا في هذه الحاله هل يمكننا اجراء البراءه نعم يمكن اجراء البراءه هم عن الوجوب وهم عن الحرمه يقول لم يلزم محذور الترخيص في المخالفه القطعيه بعد هنا ما عندنا محذور المخالفه القطعيه لماذا لانها يعني المخالفه القطعيه غير معقوله على كل حال بعد ما عندنا لا مخالفة قطعية معقولة ولا موافقة قطعية معقولة، فإذا هنا يمكن أن نجري البراءة عن الطرفين فراح يجينا الإباحة. إذا هذه الحالة الأولى من اختلال الركن الرابع اللي هو لا يؤدي جريان البراءة إلى المخالفة القطعية، وهذا المثال صح. ومنها من هذه الأمثلة التي لا تؤدي جريان البراء إلى المخالفة القطعية حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة كما أشرنا يعني شنو غير محصورة؟ عندك كما قلنا أنه عندك فد مليون طرف هذا مليون طرف لا يمكن الإتيان بكل هذه الأطراف مكلف مكلف ما عنده هذه القدرة وهي ان يكون للعلم الاجمالي اطراف كثيره جدا ان تكون هناك اطراف كثيره جدا لهذا العلم الاجمالي الاطراف قلنا عندنا علم بالجامع واطراف متعلق بهذا العلم متعلق بهذه الاطراف على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالف فيها جميعا لكثرتها بعد المكلف هنا في هذه الحالة لا يمكنه أن يأتي بجميع هذه الأطراف أو لا يمتثل جميع هذه الأطراف يعني أنه هنا يؤدي إلى أي شيء أن يخالف جميع هذه الأطراف بأن يمتثلها عندك نجاسة في أحد الآنية اللي بها مليار إناء وما عندنا قدرة على أنه المكلف يسعى يقضي عمره في السعي وراء هذا الإناء حتى يمتثل المخالفة القطعية لا ماكو هذه فإذا هذه ترتفع هنا يختل الركن الرابع فيرتفع هنا العلم الإجمالي على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب لا يتيسر ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، لأن هذه الأطراف كثيرة جدا، ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، بعد هنا لأنه عندي شبهة غير محصورة فهنا نجري البراءة عن جميع هذه الأطراف. اذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية، هنا لا يمكن ان تفترض ان المكلف يؤدي الى حينما يمتثل هذه الاطراف يقع في المخالفة القطعية، جيد، كما اشرنا هنا الى هنا بين السيد الشهيد رحمة الله عليه الاركان الموجودة وحدد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ثم بين أن هذه الأركان كيف يمكن أن تختل، فإذا اختل واحد من هذه الأركان بعد العلم الإجمالي ينحل وتجري البراءة في الأطراف، فإذا أو في الطرف الذي في الطرف تجري البراءة المهم سواء كانت في طرف واحد أم في الأطراف بحسب ما فصلنا وبينا في الدروس الثلاث الماضيه. فاذا بعد هذه النبذه المختصره عن منجزيه العلم الاجمالي واركان هذه القاعده قاعده منجزيه العلم الاجمالي واختلال هذه الاركان يقول السيد الشهيد يقول عندنا الان صار عندنا قاعدتين قاعده البراءه وقاعده منجزيه العلم الاجمالي جيد يقول عندنا بعض الحالات هذه الحالات اختلف فيها العلماء او بعضهم حاول ان يدخلها ضمن العلم الاجمالي والبعض الاخر لا جعلها مجرا للبراءه فخلي ننظر في هذه القواعد في هذه الحالات حتى ناخذ نبذه مختصره عنها ونحيط بذلك علما، يقول والان بعد ان اتضحت القاعده العمليه الثانويه عندنا قاعده عمليه اوليه اللي هي اصاله الاحتياط مثلا او البراءه بحسب المباني، مبنى السيد الشهيد اصاله الاحتياط. وهي وأما الب... الثانية وهي البراءة الشرعية هذه القاعدة العملية الثانوية هذا بعد متفق عليها القاعدة العملية الثانوية والقاعدة العملية الثالثة وقلنا بعض الأمور لا يمكن جريان البراءة فيها وإن نأتي إلى القاعدة العملية الثالثة اللي هي المنجزية العلم الإجمالي وهي منجزية العلم الإجمالي جيد جزاك الله خير سيدنا. يقول لا عندنا بعض الامور اللي ينبغي لنا ان نضع اساس فيها، يقول: نستعرض جمله من الحالات التي وقع البحث في ادراجها ضمن القاعده الاولى يعني البراءه او الثانيه اللي هي قاعده منجزيه العلم الاجمالي. اي حالات سيدنا؟ يقول: حالات اربعه يذكرون الحاله الاولى ما هي الحاله الاولى يقول فيما اذا تردد اجزاء الواجب بين الاقل والاكثر جيد شوفوا احنا عندنا اكو بعض الوجوبات تكون مركبه من اجزاء وهذه الاجزاء ايضا تكون واجبه مثل اي شيء مثل الان الصلاه عندنا وجوب لنفس الصلاة وعندنا وجوبات في داخل هذا الوجوب هذا عندنا وجوب كلي عام وعندنا وجوبات جزئية داخلة في ضمن هذا الوجوب مثلا وجوب التكبير وجوب السورة وجوب الركوع وجوب السجود وجوب 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 المهم عندنا وجوبات جيد يقول لو لو كان عندنا تردد بين أجزاء الوجوب للصلاة ترددت بين تسعة وجوبات أم عشرة هذه الوجوبات ما الصلاة هل عندنا تسع وجوبات يعني وجوبات الداخلية أم لا عندنا عشر وجوبات فإذا هنا يدور الأمر بين التسعة وبين العشرة. بين التسعة وبين العشرة، البعض ماذا قالوا؟ قالوا أنه هنا مجرى لأي شيء، هذا مجرى للعلم الإجمالي. هذا يكون عندي علم الإجمالي بين التسعة وبين العشرة. البعض الاخر يقول لا هذا اصلا يكون من قبيل الشك البدوي، يعني انا عندي تسعه هي المتيقنه، يبقى هذا العاشر، هذا العاشر بعضهم ماذا يقول؟ يقول هذا العاشر هذا يكون بمثابه العلم الاجمالي، يكون عندي علم بالجامع بين وجوب التسعه مطلقا ام وجوب التسعه مع العاشر. هذا العلم الاجمالي والبعض الاخر يقول لا انا عندي عندي تسعة متيقنة هذا الجزء هذا يكون مشكوك مشكوك بالشك البدوي فأجر البراءة عن هذا المشكوك هذا الجزء اللي يقول أنه واجب فإذا جريت البراءة بعد لا يكون مجرا للعلم الإجمالي فاذا هذه واحده من الحالات التي يمكن ان يقع الكلام فيها في انها هل تدخل ضمن العلم الاجمالي بحيث تؤدي الى تبعيه تلك الامور انه لا يمكن المخالفه القطعيه ان نحدد اركان العلم الاجمالي هل موجوده فيه ام لا ام لا تدخلوا في القاعده العمليه الثانويه بحيث هنا تكون مجرى لاصاله البراءه باعتبار عندك شك بدوي فاذا كان شكا بدويا فهنا اجري فيه اصاله البراءه هذا ان شاء الله ما سنتحدث عنه في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم على محمد وال محمد